احبائي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو غادي نشاركوا فيها واحد الوصفه لذيذه وزوينه وغادي تعجبكم ان شاء الله، اللي هي وصفه ديال لي بات. غادي نديروا سباغيتي بالدجاج. عندنا فخيضات ديال الدجاج، ماشي فخيضات لي بيلون، ها هما هادو لي بيلون مغسولين منظفين، جبتهم غسلتهم حيت لهم داك القشيره اللي كتكون، ها هما ما فيهم حتى شي حاجه، نقيين مزيانين. انا عندي دابا جوج الاشخاص، راه درت لهم خمسه ديال لي بيلون، ولكن راه في الحقيقه كثار على الاشخاص، دونك كل واحد كيدير المقدار ديال الدجاج اللي بغى، وربما دير حتى بالفخذ كامل. انا كيعجبني لي سباغيتي بلي بيلون دو بولي. عندنا قزبور ومعدنوس، عندنا مطيشه مصبره، الحك المويا، هذا عندنا فليفله حلوه انا قسمتها وحيدت ليها القشور غادي نقطعها، عندنا جوج رويصات ديال الثوم، وعندنا عصير سيدنا موسى، عندنا شويه ديال الكاري غير حيت كاين الدجاج سينو اللي درناه بالكفته بلا ما نديرو الكاري، والتوابل عندي ملح، ابزار، تحميره، والزيت بطبيعه الحال باش غادي نقلب. دونك كنجيو كنديرو هنايا في المجرى، كنديرو قطع الدجاج، هاهما هادو، كنصبو عليهم الزيت الكافي. انا هذا عندي ميلونج ديال الزيت الروميه والبلديه، الزيت الكافي، كنقطعو عليهم غادي ناخذ الفلفله هذه غادي نقطعها يا اما على الطول يا اما العرض، ماشي مشكل، قطع شويه تكون باينه باش ما تذوبش لينا مع الطياب. فوالا كناخذ الثومه حتى هي كنقطعوها، اللي عندها الثومه يا ادي عصات سيدنا موسى غادي نرميها حتى هي معها، الثومه هي كنقطعها، ربما اللي عنده لاباري يديرها. دونك ها هي كندير القزبر ومعدنوس، كلشي كنديرو اون ميم طون صافي، وكنخليها. غادي نعاود لكم هنا، درت لي بيلون دو بولي اللي هي فخيضات ديال الدجاج مع شويه ديال الزيت والزيت الروميه ولا البلديه اللي كان ولا مخلطه، مع فلفله حلوه، راس ولا راسين فصين ثوم، و سميتو باردون طماطم حتى هي. وصفه سهله ما كتاخذش وقت، وبلا ما نقليو الدجاج كنديرها ديغاكت. ها هي كما قلت لكم الملحه حسب الذوق، الابزار انا هادو درتهم نص معلقه نص معلقه نص معلقه، اللي بغى يزيد ما عنديش المشكل. غادي ندير حيت الدجاج كيبغي الكاري، غادي ندير واحد الرشه ديال الكاري، هذه راه ما غالياش كتبقى عندكم وكتدي مده طويله، هاد البواطه ديال الكاري، هاد القرعه. غادي ندوز دابا باش نحطها فوق البوطه، نجيو فوق البوطه كنحطو لي زانغريديون المكونات ديالنا، وكنديروهم راه في نفس الوقت كيما قلت لكم، دجاج الفلفله مطيشه الثوم عصير سيدنا موسى درناهم في نفس الوقت، زدنا عليهم التوابل صافي، كنخلطوهم هكذايا حتى كينسجمو مع بعضهم، وكتدخل العطرية في الدجاج، كنحركو شوية وأبخي كنحليوهم كيتشربو. كيجيو بنان بزاف، وشي مرة غادي نديرو لي بات بلاصوص بلونش، هادي صوص حمرا بصوص طوماط كتجي تاهي بنينة بزاف مع داك الفليفلة، كتعطي واحد النكهة
اون بليس بيبله خضرا فيها لا فيتامين سي، فيها بزاف ديال لا فيتامين سي. كنخليو الدجاج مع جميع المكونات. اللي بغى يدير معاه شويه ديال الحار ماشي مشكل، سينو واحد المزيوده ديال الفلفله خضراء كتجي مزيانه، كنديروا بها حتى الديكور من الفوق، ما غاديش نلقى هذيك الجو. المهم كنجيو كنديروا شويه ديال الماء، مي ما كنكبوش فوق الدجاج، كنكبوه في الجنب. صافي دابا كنشدوها كنصبوا عليها الماء. جاك الماء اللي كطيب فيه داك شويه ديال الدجاج. صافي كنخليها غادي نسد عليها ونخليها كطيب في هاد، كتجي معلكه الصراحه مع هاد لاصوص هادي. هاي لاصوص باينه، هاي كيتغطى شويه بداك الماء. صافي كنجي كنغطي عليها كنغطي عليها وكنخليها كطيب، كندير المينوتور كنخليها طيب ربع ساعة حتى لثلث ساعة. الدجاج راه في ساعة كيطيب، الفلفلة حتى هي في ساعة كطيب. كنجيو الماء اللي غادي نديرو نسلقو فيه لي باد، كنديرو فيه نص معلقة ديال الزيت، كنديرو فيه شي شوية ديال الملحة، قياس كما كنقول لكم دائما ما كنبغيش نعطيكم القياس ديال الملحه، لان كل واحد على حسب الصحه ديالو، اللي بغى يديرها مسوسه ما عندناش المشكل. دونك كنخليوها حتى كتغلي، كنرميو فيها لي سباغيتي وكنحسبوا ليها ربع ساعه، ما كنفوتوهاش ما كنفوتوش لي بات، كنحسبوا ليهم دائما اون فوا الماء كيغلي كنحسبوا 15 دقيقه. لي بات ديالنا دابا ها هي طابت، درناها في الماء مملح مع شويه زبيده 15 دقيقه. انا غادي نطفي على دابا باش نصفيها. لاصوص ها هي دي لاصوص، حتى هي طابت. دونك غادي ندير التقديم ونجي. سباغيتي منين طابت صفيناها كنديروا فيها الزبده، لي بات كيبغوا الزبده ملي كيتسلقوا، نديرو فيهم الزبيده باش تعطيهم اللذه، كتصوبهم هي. صافي دابا غنجيو غنصبوا الطبسه في الاناء اللي غادي نحطو فيه، هذيك اوبس حقيقه خصني شي اناء اكبر من هذا. انا حولتها في هاد التبصيل باسكو جاني لاخر صغير. لاصوص هي جات معلكه مزيانه. كنسقيو هاد لاصوص كنزوقو بها من الفوق. الا حطينا التبصيل هكا يا جماعي، الا بغينا كل واحد والصحن ديالو كنحطوه ماشي مشكل. الا بغينا عاود نقدموه لي بات في واحد لو بول ولا صوص في ان بول ماشي مشكل، باش كل واحد ياخذ في الصحن ديالو الفردي. المهم ها هي كتجي معلكه مزيانه، الفليفله كتعطي واحد اللذه. you
كتجي مزيانه. كنجيو من الفوق هنا كنزوقوها بشويه ديال الفخوماج غابي، الطحن ديالنا هو موجود. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا البلا ديال سباغيتي بلي بيلون دو بولي وتجربوه. قناة الأميرة بلقيس تشكركم وتدعو لكم، وكنتمنى ان شاء الله تدعمونا بالاشتراك وبالضغط على زر لايك وابوني وتفعيل الجرس. شكرا لكم، بالصحة والعافية، الى اللقاء، ورمضان مبارك كريم. البلا ديالنا ديال سباغيتي بالدجاج هو موجود، زوقناه بنبتة العزير، ان شاء الله يعجبكم، جربوه. قناة الأميرة بلقيس تشكركم وترحب بكم وتتمنى الاشتراك منكم ودعم بالضغط على زر لايك وابوني وتفعيل الجرس. شكرا لكم وشهية طيبة، الى اللقاء.